الصحافه الفرنسيه وصحيفه لوفيجارو ومع الانتخابات الفرنسيه لصبيحه اليوم اذا فرنسا ساعه الاختيار هكذا عنونت صحيفه فيغارو الفرنسيه اذ قالت انه يتوجه اليوم ازيد من 48 مليون ناخب فرنسي الى صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسيه التي تجرى بدورتها الاولى اليوم والثانيه في الرابع والعشرين أفريل الجاري ويتنافس أربعة أو اثنى عشر مرشحا للفوز بمنصب رئيس فرنسا على رأسهم الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان صحيفة لوفيغارو تطرقت إلى التحديات العشرة التي سيتعين على النزيل المستقبلي للإليزي مواجهتها أقول مشاهدينا بعد الانتخابات الرئاسية وحددت بحسب خبراء عشرة تحديات أساسية ستواجه الرئيس الفرنسي القادم من أهمها تحسين الوضع الاقتصادي المتدهور خلال السنوات الأخيرة ومراجعة الدين العام داخل البلاد مع إعادة هيكلة المنظومة الصحية والأمنية للبلاد وخلق استراتيجية للسيطرة على التحول الديمغرافي داخل البلاد وتعزيز الدبلوماسية والسياسية الخارجية أو السياسة أقول الخارجية وضرورة وضرورة أقول كضرورة قصوى لمعالجة ملف الهجرة والمغتربين من صحيفة لوفيغارو إلى صحيفة العربي الجديد ودائما في نفس السياق والانتخابات الفرنسية الطاغية على أبرز الصحف لصباحات اليوم إذا صحيفة العربي الجديد قالت الانتخابات الرئاسية الفرنسية ضبابية في زمن تراجع الأحزاب التقليدية، وكتبت صحيفة العربي الجديد على وقع الحرب الروسية على أوكرانيا وانكماش اقتصادي ونسبة تضخم تشكل عامل قلق أساسي بعد عامين من الإغلاق جراء كورونا، تتوجه الأنظار إلى فرنسا اليوم لرصد أحجام الأحزاب مع انتهاء الاقتراع مساءً. لا سيما اليمين المتطرف الذي ظل خطابه مهيمنا خلال السنوات الخمس من عهد ماكرون وهو ما ترصده اوروبا التي تقف على عتبه مفصليه من تاريخها في ظل الحرب الروسيه على اوكرانيا والتي تشكل باريس احد أعمدة السياسة الأوروبية لرسم خارطة طريق سياسية واقتصادية ودفاعية للمرحلة المقبلة وسط شعور بعدم أو بسط شعور بعدم اليقين والضبابية السياسية لدى الناخب الفرنسي قد تترجم بنسبة امتناع قياسية تقول الصحيفة إلى صحيفة القدس العربي وإلى شأن آخر إلى اليمن جديد التفاؤل وقديم التشاؤم أين استكمل القرار جهود المبعوث الأممي في ظل التوصل أو التوصل إلى الهدنة تمتد شهرين وتقول المؤشرات الأولى أنها يمكن أن تصمد ميدانيا بالفعل القدس العربي قالت أنه ثمة جديد أو ثمة يدعو إلى التفاؤل الحذر إزاء المشهد بأسره رغم أن عناصر القديمة الدافعة إلى التشاؤم ليست غائبة كتبت الصحيفة أنه ليس خفيا أن ضغطا سعوديا قد تكون الإمارات شاركت فيه أيضا كان وراء قرار الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي التنازل عن صلاحيته وموقعه لصالح المجلس الرئاسي المؤلف من ثمانية أعضاء يتوزعون مناصفة على شمال اليمن وجنوبه التوقيت بدوره كان واضحا تقول الصحيفة أيضا لأن قرار هذه اتخذ على خلفية انعقاد مؤتمر خليجي حول اليمن احتضنته الرياض وعكس رغبة سعودية في التقدم أكثر نحو إيجاد تسوية سياسية للملف بهذا نكون قد وصلنا أمال إلى ختام هذه الجولة عوده اليك